من بعد ما اعلنت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم استئناف البطوله الوطنيه، بادر فريق حسينيه اكادير بمعيه الطاقم الطبي والطاقم التقني والطاقم الاداري بتنظيم مجموعه من اللقاءات التصوريه حول الطرق اللي يمكن ننهجوها باش نبداو باش نستأنفوا البطوله. وكان جانا واحد الدليل من الجامعه الملكيه، الدليل دفتر صحي اللي خصنا نطبقوه كجميع الفرق الوطنيه، وبالفعل بدينا في التدابير الصحيه من يوم الاربعاء الماضي. من بعد ذلك بشرنا في التحاليل ديال الدم، درنا لهم تحاليل جميع اللاعبين سواء الفريق الاول او فريق الامل. وبعد ذلك يوم امس خضعوا اللاعبين للتحاليل المخبريه ديال كوفيد 19، وجميع اللاعبين ديال الفريق الاول كما قلت، واللاعبين ديال فريق الامال، وبعض المسيرين والاداريين والاطقم التقنيه والطبيه ديال الفئات العمريه وكذلك الفريق الاول. ليسونسييل في هذا لو تيست هذا هو نشوفوا لك العضلات ديالك الفيزيولوجيه ديالهم، ونشوفوا لا سوبليس ديالهم، وياك ما كاينش شي ضعف في العضلات ديال الكوادريسبس وديال لي زيسكيو، حيت هذوك ديما خصو يكون اون باراليل باش كتكون افيكاس. الا واحد ضعيف على الاخر راه يكون لي بليسيور. وهنا قبل ما ندوز في التيست كدوز في التسخينات، خصك واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ديال ليشوفمون باش لو ميسكول يكون سوب ويكون بري باش يدير لو تيست ان شاء الله. تقدر تطلع الشريط مشوية. والجانب آخر باش نشوفوا يعني الحالة البدنية ديال اللاعبين بعد هذا الحجر الصحي اللي دام أكثر من 3 شهور، كان لازم علينا نشوفوا اللياقة البدنية ديالهم مخبريا. لهذا كنتواجدوا الآن في المركز الصحي يعني لو سونتر ميديكو سبورتيف ديال العصبة باش جميع اللاعبين يدوزوا في هذه الآلة اللي كتشوفوا من ورايا، الآلة ديال ليزوسينيتيزم اللي كتعطينا واحد الحالة الفيزيولوجية ديال العضلات، وكتعطينا بالتالي واحد الخريطة الطريق اللي يمكن ننهجوها حنايا كطاقم طبي وكذلك المعد البدني. وعلى ضوء هذه النتائج اللي غتعطينا هذه الآلة غادي نحاولوا نشوفوا نقسموا اللاعبين على حساب الحالة البدنية ديال كل واحد فيهم، وعلى حسب العمر ديالهم وعلى حسب البوست فاش كيلعبوا. بعد غياب لمده 3 اشهر بعد تمارين فرديه بالمنازل ديالنا، اليوم متاكدين العوده للميادين رغم ان مده شهر مده قصيره، صعيبه بزاف انك ترجع في مده شهر ترجع ديال قلبتين ديالك، لكن العمل ديال الطاقم التقني والطاقم الطبي ان شاء الله غادي نكونوا في الجائزه ديالنا، ان شاء الله غادي نرجعوا البطوله في حله جيده ان شاء الله واقوى ان شاء الله. وبالنسبه للمجهود اللي قاموا به في الفريق الطبي انه كيساعدنا في جميع التحاليلات ولا الفحوصات الطبيه، احنا ان شاء الله عازمين باش نحققوا واحد المبشره اللي هو الفرحه الجماهير السبتيه ان شاء الله، ونرجعوا السكه الصحيحه ديالنا في البطوله رغم ان شهر صعيب انك ترجع مده شهر انك جالس واحد لابيرود ديال 4 اشهر. ان شاء الله نقوم بالمجهودات اللي علينا والتكافؤ مع الستاف التكنيك ولا الطاقم الطبي
وان شاء الله غادي نقولوا كلمه ديالنا وحنا عندنا واحد التركيز كبير اننا نحققوا واحد اللقب اللي هو قريب ان شاء الله بالنسبه للجامعه السياسيه.